خفة الدم دي ملكة كبيرة قوي، ملكة محببة، يعني استحالة تلاقي حد بيكره الإنسان اللي هو دمه خفيف. في أبراج بتلاقي دمها خفيف، وفي أبراج طعمة قوي طعمين، وفي أبراج هي والشربات واحد عبارة عن شوية عسل كده، بل في أبراج حتى وهي مكشرة وهي متعصبة وهي متضايقة دمها زي العسل، وكل واحد فيهم وليه طريقته وليه أسلوبه اللي هنتعرف عليه في حلقة النهاردة. معانا أكتر 7 أبراج من السابع للمركز الأول، وكل ما نطلع مركز بصراحة هناخد برج أكتر في خفة الدم وأكتر في الطعامة لحد ما نوصل بقى للمركز الأول. ذكائكم مش صعب عليه أبدا، ومعرفت بيكم يعني في القناة من خلال توقعاتكم ما شاء الله غالبيتها بتكون صعبة. اكتبوا كده في التعليقات تتوقعوا مين الأبراج اللي تكون معانا في حلقة النهاردة، ولا سيما تتوقعوا مين هيكون صاحب المركز الأول. أنا بقرأ كل تعليقاتكم تقريبا، وبتعرف كمان عليكم من خلالها، وطلب المعتاد منكم ندوس لايك من كل عيلتي وأصدقائي، خلي يعني أكبر قدر يتجمع ويشاركنا في حلقة النهاردة، ويا ريت كمان الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويضغط على الجرس عشان نفضل متواصلين مع بعض. وتعالوا بينا نشوف البرج اللي معانا في المركز السابع، وهو برج الثور الترابي. أولا الثور صعب إن أنت تلاحظ الملكة دي فيه وانت مالكش تعامل او ما بتتعاملش معاه او ما انتش قريب منه، كمان حتى لو انت بتتعامل معاه صعب، بس الطور يعتبر ليه اوقات، يعني اوقات معينة. هو من الابراج اللي بتحب ان هي يعني في احيان كتيرة ما تتكلمش، تاخد جنب، بتبقى مع نفسها، ابراج كتومة ومن الدرجة الاولى. ولكن الطور عنده الملكة دي، ولكن مش زي الابراج القمة اللي هتيجي معانا في حلقة النهاردة. يعني ليه اوقات كده، وساعة ما الغزالة تبقى رايقة وتبقى طالبة دلع لو هي بنت، وتبقى طالبة خفة الدم لو هو رجل، اتفرج عليهم. لا، هم عندهم الملكة دي، يمكن انت ما تكونش تعرف الحتة دي عن برج الطور، بس امتى يطلعها ومع مين يطلعها بصعوبة ممكن تبان عليه، وعايزة حد يتعامل مع برج الطور ويقرب منه اكتر، لان انت لو معاملتك سطحية او من بعيد لبعيد مع برج الطور صعب ان انت تلاقي النقطة دي فيه. انا برضو عايز اقول حاجة يا جماعة، مش معنى ان في ابراج مش هنذكرها في حلقة النهاردة ان تبقى الابراج دي دمها تقيل. انا قلت ان كل صفة حلوة موجودة في كل الابراج، ولكن بدرجات. هل كل الابراج بنفس درجة الرومانسية، بنفس درجة الذكاء، بنفس درجة العند؟ هل ده معقول؟ لا. كذلك لما نتكلم عن موضوع زي ده، عشان كده نبقى منطقيين واحنا بنحلل صفات الابراج، لما نتكلم عن اي ميزة او اي صفة لازم وحتما، ودي طبيعة طبعا وطبيعة الحياة، يختلف الترتيب. اعلى منه مركز واحد اللي في المركز السادس هو برج الدلو الهوائي. الدلو ممكن من بعيد تحس ان هو عنده شوية تناكة او شوية غرور، باعتبار ان برج الدلو مع نفسه شوية، واحيانا بيحب ان هو يصاحب نفسه، وممكن ما ياخدش عليك لو هو ما يعرفكش، ده طبيعي يعني. لكن اول ما بياخد عليك، وبرج الدلو من الابراج اللي ممكن تاخد عليك بسرعة على فكرة، هي ابراج عندها الملكة دي، عندها حس خفة الدم دي، ابراج خفيفة الظل وابراج فكاهية، وعندها ملكة في القاء الدعابة او النكت زي ما احنا بنقول، ويستهويها على فكرة. الابراج اللي معانا دي هتلاقيها ابراج كلها رجل او امرأة تميل للي شبهها، بتحب اللي هم دمهم خفيف وتكره قوي النكدية. ده لو من الابراج اللي انت ممكن تلاحظ ان هو عنده ابتسامة بريئة، والله بريئة قوي، رجل او امرأة. اعلى منه مركز واحد اللي في المركز الخامس برج الحمل الناري، رجل او امرأة. عامة الابراج او برج الحمل يعني بشكل عام هو مندفع شوية ومتهور شوية، بس هم دمهم خفيف، يعني رغم الاندفاع والتهور والعصبية وسرعة الغضب اللي احيانا بتكون جنونية، بس دمهم خفيف وزعلهم حتى ممكن تلاقي دمه خفيف. احنا خلاص هنبدأ ندخل في الابراج اللي حتى زي ما احنا قلنا كده في زعلها او في تكشرتها برضو بيبقى دمها خفيف. برج الحمل من الابراج دي او من نوعية الابراج دي، برج الحمل من الابراج اللي احنا نقدر نقول عليه ابراج حمائية
بيتحمق بسرعة أو بيزعل أو بيغضب بسرعة أو بيتنرفز بسرعة، ونرفزته دي ممكن تحس إن هي فيها شيء من خفة الدم كده، فيها شيء من خفة الظل كده. طبعا ممكن حد يسمعني ويقول ده أنا اتعاملت مع حد حمل دلو ثور وكان دمه تقيل. أنا قلت قبل كده إن كل قاعدة في الدنيا استثناءات، ووضحت ليه استثناءات، وعشان كده هسيب لكم رابط الحلقة دي في وصف الفيديو وفي أول تعليق، شوفوها هتبقى مفيدة قوي ومهمة ليكم قوي، بالذات في حلقات الترتيب بتاعتنا اللي زي دي، عشان تفهموا انت ليه ممكن تكون انت شاذ عن القاعدة او بتتعامل مع شخص شاذ عن القاعدة، لان في عوامل شبه مصيرية ممكن تغير كتير قوي من صفات الشخصية او البرج اللي احنا بنتكلم عنهم. عامة الحمل في المركز الخامس وبرج الأسد الناري في المركز الرابع. برج الأسد من الأبراج اللي نقدر نقول عليها شعنونة، زيه زي برج القوس لما اتكلمنا عنه قبل كده. حرفيا ولا خلاف ولا نقاش إن برج الأسد من أكتر الأبراج، ما خلاص الأربعة دول بقى هما المربع الذهبي معانا في حلقة النهاردة، يعني في منطقة تانية كده بيتنافسوا على المراكز الأولى. برج الأسد أيضا من الأبراج اللي أنت تقدر تقول عليها دمها زي الشربات، رجل أو امرأة دمهم خفيف قوي ويحبوا الفكاهة ويحبوا الهزار وشقيين، عندهم شقاوة. حتى أنثى برج الأسد رغم عصبيتها وإحساسها بنفسها وزه، بس دمها خفيف وتحب الناس اللي دمهم خفيف أوي، وتقعد معاها ولما تكون رايقة كده والقعدة على مزاجها اتفرج عليها كده، ما تبقاش عايز ان انت تقوم ولا تبطل، يعني هي كلام ما تبقاش عايزها تبطل كلام. وايضا رجل الاسد بيتمتع بالملكة دي، دي بقى حاجة موجودة في ثوابتهم، يعني هم مش محتاجين، ما في ابراج بتحب تعمل دمها خفيف وتقول افهات وكده، الاسد مش محتاج ان هو يعمل حاجة زي كده، هو بطبعه اصلا دمه خفيف، دمه زي العسل. برضه كالعادة في عجالة كده هنبه سريعا واستحملوني، كلامي موجه لأي حد بيتفرج عليا على صفحة على الفيسبوك، طالب منك حاجة واحدة تبص على اسم الصفحة، ملناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد. أنا قلت قبل كده وبقول أي صفحة تانية نصابة هاكر وبتخترق الإيميلات وبتنتحل شخصيتي يا جماعة، في مشاكل كتير حصلت بسبب كده. أنا بظهر لكم شكل صفحتنا الوحيدة محمد أبو زيد والأبراج، اكتب كده على الفيسبوك أو على اليوتيوب هتظهر لك صفحتنا أو قناتنا، اشترك فيهم وتواصل معايا، غير كده أنت بتتعرض لناس لجأة أو ناس نصابة أو ناس ليها أغراض خبيثة، في مشاكل كتير محدش يستهون. رجاء لسلامتكم كلكم، فرد فرد تهموني، وأي حد بيحبني أو بيتابعني يتأكد إن هو بالنسبة لي يعني حاجة مش قليلة، وإن مصلحته طبعا تهمني، لأن دي أمانة ودي ثقة كبيرة لازم إن أنا أكون جدير بيها. إذا كان برج الأسد برج يقال على الأنثى أو الرجل طعمين، فبرج الميزان اللي بيجي معانا في المركز الثالث ليفل اعلى شوية، مستوى طبعا اعلى شوية، احنا دخلنا في الشربات بقى، الشربات بمعنى بالمعنى الحرفي للكلمة، عارفين اللي احنا نقول عليه عبارة عن شوية عسل. الميزان انثى او رجل شقاوة وطعامة وخفة دم ولباقة وذكاء، حاجة خرافية. الميزان من أول 5 دقايق أنت بتلاحظ فيه الملكة دي، مش محتاج إن أنت تكون يعرفك أو إن أنت تعرفه أو تاخد عليه، هو فرفوش بطبيعة الحال. حتى برج الميزان إذا اكتئب أو كان عنده مشاكل أو دخل في دور مثلا من أدوار الزعل أو كده، ساعة ما يبتسم الدنيا كلها أنت بيبان كل اللي عنده، يعني ابتسامة برج الميزان ابتسامة معبرة جدا، ابتسامة بتدل على مدى جمال الروح اللي بيمتلكها أصحاب البرج ده وبيتمتع بيها مواليد البرج ده، ملكة كبيرة قوي من النعم اللي ربنا خصهم بيها. عامة رجال وإناث هم لمضين، يعني بالمصري بنقول لمضين، مش عارف بقى اللي هم مش مصريين هيكونوا فاهمين يعني ايه لمضين ولا لا، بس هي كلها معاني بتدور في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه. مين ممكن يغلب الميزانية في الكلام او يغلب رجل الميزان في الكلام؟ لا، ان انت تحاول ان انت تكسبهم او تغلبهم في الكلام ده صعب عليك اوي، يعني صعب عليك، هتاخد مجهود وهتتعب. برج الميزان عامة برج إضافة للجاذبية زي ما قلنا، الصارخة اللي بيتمتع
بيها كمان زي ما احنا قلنا خفيف الظل جدا، فرفوش جدا، دمه زي العسل، دمه زي الشربات. حتى لاحظوا انتوا في اي حد بيتعامل مع حد برج ميزان هيلاحظ الكلام ده، حتى في التعليقات كمان هنا هتلاحظوا اي حد ميزان دايما التعليق بتاعه بيبقى يعني خفيف الظل، بيتسم حتى وهم زعلانين، اذا بينتقدوا حاجة او بيشتكوا من حاجة او كده برضه بيبقى دمهم خفيف في الكتابة. فما بالك لو انت بتتعامل معاهم بقى فيس تو فيس، وجه لوجه كده، وبتسمع صوتهم وشايفهم. ايضا برج القوس اللي في المركز الثاني نفس الكلام، خفاف الدم جدا او دمهم خفيف جدا، طعمين جدا، عبارة عن شوية عسل كده. ابراج القوس محبوبة الجماهير، محبوبة الشعب، الدنيا كلها تلاقيها تحب الابراج دي، رجل او امرأة. اذا اتضايقوا، اذا اتعصبوا، اذا زعلوا، اذا اتنرفزوا، برضو دمهم زي الشربات وما ينشبعش منهم، مش باردين اطلاقا، زيهم زي برج الميزان كده. في اغلب اوقاتهم تلاقي فيه ابتسامة او فيه ضحكة، وضحكة ابراج القوس بتكون ضحكة رنانة او ضحكة عالية لاغلب مواليد البرج ده. برج القوس مش محتاج ان هو يعمل رياكشن او رد فعل او يتكلم معاك او يعمل موقف، انت بتشوفه سبحان الله في قبول كبير قوي على وجهه او على شخصيته او على الكاريزما بتاعته، بينبعث كده لوحده طاقة مرح وطاقة إيجابية وطاقة خفة دم أنت بتشعر بيها. طعمين قوي، دمهم خفيف قوي، وبيزعلوا بسرعة قوي ولكن ما بيشيلوش إطلاقا، وقلبهم أبيض وبيتراضوا بسرعة قوي، وفرافيش وبيحبوا الحياة وما يطيقوش أبدا النكد بأي شكل من الأشكال. تعالوا بقى نتعرف على متصدر الترتيب، توقعاته في حلقة النهاردة، تعالوا بينا. في شربات وفي عسل وفي عسل نحل. برج الجوزاء اللي بيجي معانا في المركز الأول في حلقة النهاردة هو العسل النحل، إنجاز التعب. جوزاء شخصيتين، دم زي العسل، دم زي الشربات، طعمين قوي، ما بيعرفوش يكشروا، ما بيعرفوش إن هم حتى يكتئبوا من كتر خفة دمهم وطعامتهم وشقاوتهم ولمضتهم وذكائهم ولبقتهم. ما بيبانش عليهم إن هم نكاديين، ما بيعرفوش يعملوا ال11 دي عارفينها، اللي هي يعقدوا حواجبهم دي، ما يعرفوش، حتى بيبقى دمهم خفيف لو عملوا كده. ابراج فطرت او عندها فطرة ان هي تكون دمها خفيف، خفيفة الظل، مريحين جدا، يحبوا الحياة. الناس كلها تحب الجوزائيين على فكرة، الناس كلها تحب قعدتهم، تحب تصاحبهم، يسمون كده بالفاكهة بتاعت لو جروب أو مجموعة أو شلة كده يسموه الجوزائي أو الجوزائية، رجل أو امرأة، يسموه الفاكهة بتاعت المجموعة، الفاكهة بتاع الجروب. على طول غيابه يبقى في حاجة ناقصة، لو غاب يبقى في حاجة ناقصة، لو ما تكلمش يبقى في حاجة ناقصة. هم رغيين يعني، بيتكلموا كتير بس دمهم خفيف يعني، حتى لو بيتكلموا كتير ما تزهقش منهم لان كلامهم بيبقى حلو قوي، طعمين قوي ودمهم خفيف قوي، وما تقولوش عليهم مجانين. دي ابراج بتحب الحياة وعاشقة للحياة وعاشقة للانطلاق، وبتقول لك احنا هنعيش حياتنا مرة واحدة، مش مستاهلة نكد ووجع دماغ. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، رجاء ان الناس يدعم الحلقه بلايك، يدعم بلايك خلاها توصل لكل اصدقائنا، اكتبوا لي اراءكم، انا بحبكم جدا، وبتعرف عليكم كمان من خلال تعليقاتكم، بحبكم جدا، هتوحشوني، وتصبحوا على خير.